ما تعودنا كل نهار سبت نروح للأستاذ حسان الجردي المتنبي الجوي لنعرف أكثر كيف حيكون طقسنا هذا الأسبوع، هل حيستمر هذا المنخفض أو حينحسر اليوم؟ أكيد هاي المعلومات رح نسمعها سوا عبر اتصال. يسعد صباحك أستاذ. صباح الخير. يسعد صباحك يا هلا. صباح الخير أستاذ، يا ريت هيك تحطنا بصورة الوضع العام بالأحوال الجوية، كيف حتكون ضمن هذا الأسبوع؟ شكرا عينك، يسعد صباحك اكيد لك وللمشاهدين الاخباريه السوريه. بشكل عام نحن عم نتاثر بمنخفض جوي، ذروه هذا المنخفض كانت ليله امبارح وتستمر لليوم خلال ساعات النهار، كان في هطولات ثلجيه وهطولات مطريه، الهطولات الثلجيه التراكميه كانت على المناطق اللي بتزيد ارتفاعها عن ال 1200 متر، فرق لغايه سماكه الثلج بعرض 8 سم بترغايه 4 سم، المناطق اللي ارتفاعها اقل من 1200 متر كان فيها هطول ثلجي تراكمي، كان في هطولات ثلجيه بالمرتفعات الساحليه تقريبا بين الألف للألف ومئة متر، هطولات مطرية كانت متميزة، أكبر كمية هطول كانت بالساحل السوري بمحافظة اللاذقية بقرية الشلنامة 78 ملي متر، بمركز المحافظة باللاذقية 9 ملي متر، بالقرداحة 49، بمطار الشهيد باسل الأسد الدولي 26، بالقيلبية 24 ملي، بصافيتا كانت الهطول 28 ملي، بطرطوس 9 ملي، أكبر كمية هطول بمحافظة طرطوس 41 ملي، بستان الحمام ببانياس 27 ملي، بالعاصمة دمشق هطولة كان 4.5 ملي متر، بالقنيطرة 29 ملي، السويداء 23 ملي، بدرعة 29 ملي، بالمناطق الشمالية حلب 10، إدلب 5، بالرقة 4، بجرابلس 10، المنطقة الوسطى 5-18، بالسلمية 11، بحماة 9، هطولات كانت عامة وشاملة لأغلب المناطق، بالمنخفض الجوي اللي عم يتأثر فيه والممتد بكافة طبقات الجو، والمرتبط بكتلة هوائية شديدة البرودة والرطبة منشأها طبي بيستمر معنا لليوم. زلطه بتضل معنا حتى ساعات بعد الظهر تقريبا والمساء، بيؤدي الى هطولات مطريه، الاجواء بشكل عام بتكون غائمه الى غائمه ماطره احيانا فوق اغلب المناطق، الهطولات بتكون غزيره مصطبه بالعواصف الرعديه وحبات برد خاصه بالمناطق الساحليه والشماليه الغربيه. اليوم خلال ساعات الصباح الباكر كان في عاصفه مطريه وعاصفه برد بالمنطقه الساحليه بهطولات كانت متميزه استمرت تقريبا لمده 15 دقيقه كانت مترافقه بالعواصف الرعديه. بشكل عام الهطولات الثلجيه متوقع اليوم بالمناطق اللي بيكون ارتفاعها بحدود ال 1100 ل 1200 متر هطل الثلجي التراكمي، اما المناطق اللي بدها اقل من ذلك بيكون هطل ثلجي غير تراكمي او هطل ممزوج بالثلج. بشكل عام اليوم في انخفاض على درجات الحراره، الحراره رح تكون ادنى من المعدل من 2 ل 4 درجات مئويه باغلب المناطق، والاجواء خلال ساعات الليل عم تكون اجواء شديده البروده مع حدوث صقيع بالمرتفعات الجبليه وتشكل ضباب في بعض المناطق الداخلية والرياح الغربية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز سرعة الهبات 75 كيلومتر بالساعة، يمكن تنخفض سرعة الهبات ل 70 كيلومتر بالساعة خلال ساعات بعض الظهر والمساء تحديدا بالمناطق الجنوبية الشرقية والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج ببعض الأحيان. هلا خلال ساعات بعض الظهر والمساء بيكون عندنا ساعات انفراج واستقرار شبه جزئي بأغلب المناطق وبيستمر معنا تقريبا لبكره الظهر هذا الاستقرار الشبه الجزئي، اجواء شبه مستقره ولكن الاجواء البارده بس الموقف لترجع الحاله الجويه تتجدد من جديد مع منخفض جوي جديد ايضا مترافق بكتله هوائيه قطبيه المنشا ببلش من خلال ساعات بعض الظهر بالساحل السوري لنهار بكره، وخلال ساعات المساء بتكون الفرصه جيده لهطولات مطريه تمتد خلال ساعات الليل وصباح يوم الاثنين القادم باذن الله الى اغلب المناطق، والهطولات الثلجيه بتكون باذن الله بالمناطق اللي بتزيد ارتفاعها عن الألف متر، أما دون ذلك بتكون هطولات ممزوجة بالثلج بيستمر معنا حتى يوم الثلاثاء. بشكل عام هذا الأسبوع أسبوع غير مستقر، أجواء من المطر وهطولات ثلجية، أجواء شديدة البرودة بمعظم المناطق، حدوث صقيع من المرتفعات الجبلية تشكل جليد وضباب، يعني أسبوع شتوي بامتياز، تختلف الأيام الأخيرة من ربعانية الشتاء عن بداية رح تكون أسبوع مليء بالهطولات بإذن الله تعالى. نعم أستاذ حسان الجردي، مثل ما فهمنا من حضرتك حيكون أسبوع غير مستقر يا هايدين بصي، مطر وتلج على المرتفعات، ودائما نقول هيك بردا وسلاما، والله يبعث الخير.